شهدت مدينة العين والمناطق المحيطة بها إلى جانب منطقة العويد بالشارقة هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار، وأدت الأمطار التي هطلت وسط طقس غائم إلى انخفاض في درجات الحرارة وجريان الأودية والشعاب. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف ورياح خفيفة إلى معتدلات السرعة تنشط أحيانا وتكون محملة ومثيرة للغبار، ويكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط. جعل الله هذه الأمطار سقيا خير ورحمة وعم بنفعها البلاد والعباد.